هو مش عشان صايمين ما ناكلش حلويات رمضان طبعا، يعني احنا لازم راشقين في اي حاجه، مش معنى ان احنا صايمين مش هنعرف نعمل بقى كنافه والحاجات دي بتضحكوا علينا، لا عملنا برضه، عملنا جلاش صيامي، بصوا شكله تحفه، بزيت من غير اي حاجه تانية غير الزيت والمكسرات والكنافه الرائعه دي. بس طبعا انا لما دخلت البس جيت لقيت ولادي قاطعينها واكلينها بالمنظر ده، ما قدروش يصبروا لما اصور. يعني عايزه اقول لكم بصوا شكلها تحفه رائعه، مين يصدق ان دي كنافه صيامي، طعمها ممتاز، ريحتها خطيره. بصوا انا طبعا قطعتها وقلبتها، بصوا تحفه، اكل بايدي، سيبك بقى من الشوكه، بصوا جمالها، بصوا من جوه تكه السكر اللي قلت لكم عليها، تحفه. لا نهار ابيض، اقول لكم تحفه ممتازه رائعه. بصوا الجلاش الصيامي ده، قربوا سمعوا القرمشه، سامعين القرمشه؟ اول حاجه طبعا بنعملها هي الشربات، لما بنيجي نعمل حلويات الشربات المظبوط كل كوبايه ونص سكر تحط لها كوبايه ميه، على حسب بقى انت تعملي قد ايه. انا هنا اخدت كيس سكر يعني عايرته بالكوبايات، يعني كل كوبايه ميه عليها كوبايه ونص من السكر، حطيتهم على البوتاجاز وحطيت عليهم ظرفين من الفانيليا وليمونه وسبتهم على البوتاجاز يعيشوا حياتهم. نيجي للكنافه، معانا المكسرات بتاعتنا زبيب، جوز الهند، سوداني، معلقتين من السكر، بتفرق كتير قوي 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 في الكنافه، وانت بتاكلي بتحسي بقرمشه رهيبه. هنقلب الكلام ده كله كويس، ومعانا صينيه مدهونه زيت كويس قوي تكون بتدخل الفرن، ومعايا نص كيلو من الكنافه، هبتدي اسلكها من بعضها بالمنظر ده كده واخليها يعني شعر، اهم خطوه عشان تاخدي نتيجه كنافه كويسه، يعني فرغيها من بعضها خالص تماما. طبعا الشربات بتاعي على البوتاجاز خلاص قرب يستوي، يعني انا استنيت مثلا بتاع ربع ساعه وبعدين ابتديت اشتغل في الكنافه. انا عايزه الشربات يعني تقيل مايل للخفيف، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. هنا بقى الكنافه بتاعتي بعد ما فرفرتها خلاص، فرفرتها تماما، معايا فنجان نص فنجان من الزيت، اي زيت، هتبتدي تشربي الكنافه بتاعتك بالزيت كويس قوي، دي خطوه مهمه جدا جدا، يعني بصي خلي الزيت يغلف الكنافه معاكي كويس جدا عشان تطلع مقرمشه وواخده لون ذهبي تحفه زي ما حضرتك شايفه كده. فرفري كويس جدا وشربي بالزيت كويس قوي، ولو في حته مكلكعه ابتدي سلكيها اهو. خلصنا الصينيه بتاعتنا مدهونه بالزيت كويس جدا، الارضيه والاجناب باخد نص كميه الكنافه، يعني هو نص كيلو باخد ربع كيلو تقريبا احطه في الارضيه، ومعايا ميكس المكسرات اللي احنا عاملينها دي، عاملينها مش عارفه ماشي يا جماعه البرد مدمرني مخلي مخارج الالفاظ عندي بويز. طبعا حابه تزودي اي نوع مكسرات عندك بقى، فستق، انجه، ملوز، زودي براحتك خالص. هبتدي احط بقى بقيتي كميه الكنافه على الوش، واكبسي الصينيه بتاعتك كويس جدا اهو، مفيش اسهل من كده ولا اخف من كده ولا اوفر من كده، يعني جميله جدا 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 وتحليه حلوه. اكبسي بقى كويس جدا، الفرن بتاعي قايد قبلها بخمس دقائق عشر دقائق، رف اوسط على درجه حراره 150، وببتدي احط صينيه الكنافه بتاعتي. وبعد كده هنعمل ميكس مكسرات تاني، زبيب وسوداني وجوز الهند ومعلقه من السكر الخشن، بتفرق كتير جدا جدا وانت بتعملي الحلويات. هنقلب الكلام ده كله كويس، وزي ما قلت لك حابه تضيفي اي مكسرات تاني ضيفي براحتك. معنا لفه من الجلاش هنفردها كويس، وهاخد ورقتين ورقتين، يعني دول ورقتين، هدي دهنه زيت بسيطه خالص كده، وابتدي احط كميه مكسرات مناسبه، حابه تكتري حابه تقللي براحتك، ونلفها رول، ناخد لفه والتانيه، وبعد كده ناخد الجناب نقفلها على بعض بحيث المكسرات ما تقعش منها، وكملي لف. دول ورقتين، يعني انا هاخد كل ورقتين الفهم مع بعض وهحطهم في صينيه تكون مدهونه زيت. اهم حاجه ادهني الصينيه بتاعتك زيت كويس. برضو نيجي هعمل معاكم واحده كمان، دهنتي دهنه زيت خفيفه، كميه مكسرات مناسبه معاكي، هتبتدي تحطيها لفه والتانيه، وبعد كده نتني الاجناب علشان المكسرات ما تقعش منها،
ونحط في الصينية بتاعتنا. هل في الوقت ده الكنافة في الفرن. نعمل معاك واحدة تالتة برضو، نحط كمية مكسرات مناسبة معانا، ندهن دهنة زيت الأول خفيفة وشوية مكسرات، حبة تكتري حبة تقللي براحتك، لفة والتانية، وبعد كده ندني من الأجناب ونلفها رول نكمل ونحطها في الصينية بتاعتنا. وهنعمل كده لحد ما نخلص لفة الجلاش كلها بتاعتنا. خلصنا كده لفة الجلاش كلها، هندهن بقى. احنا طبعا دهنا الجلاش زيت من جوه بس ما دهناش من بره. هناخد طبعا الفرشة بتاعتنا وندهن زيت كويس من بره اهو، ونحاول ندهن بين الصباع وبعضه كده علشان يطلع معانا واخد لون ذهبي وحلو. وخلصنا كده تمام، نجيب بقى معانا سكينه تكون حاميه ونقطع التقطيع اللي نحبها. انا هقطعه صوابع، حبه تكبري يعني اللي انا مقطعاه تمام، حبه تصغري تمام. طبعا ده يرجع في ايدك انت يا ست الكل، طبعا ست البيت بتبقى شايفه كل حاجه ايه هو المناسب وتقدر تعمله. حابه تقطعي صوابع زي اوكي تمام، حابه تقطعي اكبر اصغر طبعا براحتك. هنقطع الجلاش قبل ما يدخل الفرن اهو، مفيش اسهل من كده. يعني عايزه اقول لك تقريبا اخدنا ساعه في المطبخ وعملنا حلويات رهيبه تحفه. تخيلي هتشتري صينيه جلاش من الشارع بكام، ولا صينيه كنافه بكام؟ تقلي مش اقل من 150 جنيه. انا ما كلفتنيش حاجه. دي صينيه الكنافه، طبعا هستنى عليها تهدى شويه. الشربات بتاعي خلاص اوريدي كان استوى وبرد تمام، كان استوى، كان اتعمل وبرد تماما يعني برد خالص. وصينيه الكنافه خرجت من الفرن، هسيبها بس تهدى 3 4 دقائق، هفضي الشربات بتاعي في اي حاجه عشان اعرف اصب. ده كده منظر الشربات، يعني خفيف مايل للتقيل، يعني مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. وهبتدي اسقي الشربات بتاعي بقى، حبه بقى مسكره قوي تزودي العسل، حبها خفيفه هتقللي. طبعا انت عارفه في البيت عندك بيحبوا الحاجه سكرها ازاي. هنسقي الكنافه بتاعتنا كويس جدا، وبعد ما تشرب الشربات بتاعها هبتدي اجيب طبق يكون مقاس الصينيه وهقلبها عليه، علشان تحت بتبقى الارضيه شكلها بيرفكت قوي، فهبتدي اقلبها عليه بس لما تشرب الشربات بتاعها. وكده خلاص انا سقيت الكنافه بتاعتي، شكلها خطير، ريحتها خطيره بجد ممتازه. انا عشان اروح اجيب صينيه حلويات من الشارع هصرف لي 200 وحاجه. طب وليه؟ نص كيلو كنافه ب15 جنيه، شويه مكسرات قولي مثلا ب20 جنيه. وكده الجلاش بتاعي خرج من الفرن، اخد اللون ده. حابه تدوسي عليه شويه في السوا طبعا براحتك، انا شخصيا يعني راضيه عن المنظر ده كده، قلت حلو كده. هستنى عليه يهدى يعني مش 5 دقايق، 3 4 دقايق كده او 5 دقايق، وابتدي اسقيه بالشربات بتاعي. وده كده شكله بعد ما سقيته وسبته مثلا شويه في الشربات، بعد كده شلته من الصينيه حطيته في طبق التقديم زي ما حضراتكم شايفين. وده كده كان منظره بجد رائع، حلو جدا، كريسبي رائع ممتاز، لا منه ناشف قوي ولا منه طري، لا حلو بجد تحفه. يعني بصراحه يعني هتعمليه النتيجه هترضيكي جدا جدا جدا. دي صينيه الكنافه بعد ما قلبتها، انا بحب اقلبها بيبقى الارضيه حلوه عن الوش، جميله رائعه ممتازه. كلفتنا ممكن نقول الحاجات دي كلها كلفتنا مثلا 50، ممكن اقول 70 جنيه بالمكسرات مثلا، بس ممتازه رائع تحفه. يعني هو بزيت، والزيت غالي انا عارفه، بس طبعا مش اغلى اكيد من السمنه. ينفع نعمله على فكره باي، يعني اي حد يقدر يعمله تحفه. ما مش هتضحكوا علينا في رمضان ومش هناكل معاكم كنافه وقطايف، لازم ناكل معاكم. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. واذا وصلت النهارده عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي تعليق حلو منكم، وتابعوني على البيج بتاعتي على الفيسبوك بيت العيله واكلات نرمين وكواي، والتيك توك باسم بيت العيله واكلات نرمين. واي حد مشترك على قناتي اهلا بيكم، نورتوني، القناه كبرت وزادت وتشرفت واتباركت بحضراتكم. وجودكم معايا في القناه مشرفني ومخليني سعيده جدا جدا جدا، وانا رغايه قوي قوي قوي. واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. باي باي.